القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال زيارة سموه للمرضى الإماراتيين في أحد مستشفيات سيول، وذلك في مستهل زيارة سموه لكوريا الجنوبية. الحمد لله تشافت. فرحة عارمة هنا بين أرجاء مستشفى سانت ميري. سجلت لقاء الأب مع أبنائه. استمع سموه من الأطباء إلى شرح عن بعض الحالات الصحية، فيما أعرب المواطنون عما تركته هذه الزيارة من طيب الأثر في نفوسهم. سلامك تطول يا الله. الحمد لله. احنا موجودين في كوريا فضل الله، فضل الامارات، فضل الخليفه ومحمد، الله يطول باعمارهم. مقصرين طول العمر. ان شاء الله بالسلامه. كيف حالك؟